انا سميتي حياه موت محمد امين الدحاني اللي كان تعرض للاغتصاب من طرف الاب ديالو. هاد السيده اخوتي كان اول حاجه اغتصبني انا بدايه الاولى كان ناتج عليه حمل، ودابا ملي دعيتو حكموا عليه ب5 سنين. وكي مزوجه كيفاش اغتصبت؟ لا كانت غير حاله اغتصاب، ما كانش زواج، كنت دعيت من قبل ومن بعد دعيتو، ولكن ما قال لي نحط لك الدري وما غاديش نتكاتب معاك. فعلا انا قلت الوريقه ديال ولادي هما المهم، ولدي هو المهم. من بعد حط لي الدري في حال مدني، ولكن كتبت لي تنازل وما دفعتوش للمحكمه، بقى عندي التنازل الاول، بقى عندي ما دفعتوش، يعني بقات لي الدعوه الاولى. ومني دعيتو الدعوه الثانيه على الدري في الاغتصاب ديالو، تحكموا لي جوج ديال الدعوات، الدعوه ديال الاغتصاب ديالي انا والدعوه ديال الاغتصاب ديال ولده. عطاو غير 5 سنين، 5 سنين نافذه، هذا راه يستاهل اكثر. يعني راه كيفاش عرفتي بلي اغتصب ولده؟ ها؟ كيفاش عرفتي اغتصب ولده؟ مشيت انا ولدي داه ليا في شهر 8 دا باش يعيد مع خوتو، من بعد ما بقاش جابو ليا، قال لي غير خليه هنايا راه مولف خوتو كيلعب وداك الشيء راه مرتاح هنايا. دخلوا ليا المدرسه تما في الدوار عندهم في ايغود، هذا مستشار جامعي، مستشار جامعي بايغود. من بعد مشى شدوا ليا تمانية، بقى الدري قال لي ملي جيتو في شهر واحد، جيتو في شهر واحد انايا نهار 24 شهر واحد في العطله، جيتو غير باش يدوز العطله. قال لي جيتو ديتو الحمام، ملي ديتو الحمام لقيت الدري مشوه من اللور، لقيتو كله ميكول، رجليه مقددين، يديه مقمشين، كله ميكول، يعني راه مشروط من اللور. ملي سول الدري قلت ليه كيفاش وقع عليك هذا الشيء، قال لي ماما بابا هو اللي اغتصبني. وشحال كان عنده في المنعم؟ باقي ما كملش 6 سنين ديك الساعه، شهر 8. لا انا حيت انا سولته قلت له اش كان، ملي قلبته من الداخل سولته قلت له يا وليدي شنو وقع لك، قال لي ماما راه بابا كيشد كيكتف لي يديه وكيدير لي واحد اللعيبه اللور بحال البراك يخويا لي اللور، من بعد كيدير ديالو في ميكا وكيغتصبني. مني شت ولدي من شهر 8 اخويا، من شهر 8 حتى شهر 1، يعني 6 شهور هو ولدي كيتعرض للاغتصاب. كيدخلوا البيت قال لي ماما كيجي كيدخل عليا كيقول لي نعس بوحدك في بيت ما تنعش مع خوتك، باش يجي هو بالليل يلقى ناعس مرمي الحيمه يحيد لي سروالو، يفيق الدري على الاغتصاب، الدري كيفيق على الاغتصاب، يحيد لي سروالو كيفيق على الاغتصاب، كيدير ديك البره عامره ما عرفتش باش عامره بالزيت ولا ما عرفت باش، كيدير ديالو في ميكا كيبقى يغتصب في الدري بواحد الطريقه وحشيه، كيعلق لي رجلي الفوق كيبقى يصرفق لي في مراودو، كيعطي الشراب صور الشراب من كاسو هو كيعطي لي، كيشربوني كيدير لي هكا كيبقى قرقرني في فمو، الدري كينفخ كيخرج داك الشيء من فمو وكيقول له شرب دير امك شرب شرب راه امك، وكيعمر فمو بالسبسيب الدخان ديال السبسيب كينفخ لي على وجهه. ومنك راجل عنده ولاد؟ عنده ولاد وسيدي راه عنده اكثر من 50 سنه، راه شارف راه كبير في السن. مرتو نكرت اخويا، نكرت هي ولادها، نكرت جمعوا وطواه وما باغينش يدخلوا للحبس، هما جامعين وطاوين على داك الشيء كامل. خويا انا ولدي تكرفس ليا بزاف، ولدي تعذب ليا، ولدي راه تمارس عليه العنف الجسدي، العنف النفسي، تهديد، تهديد بالموت، كيقول لي الا قلتي شي حاجه لماما كل شي واحد غادي نذبحك كما ذبحت الحولي في العيد الكبير. قبل القضاء حكم ديالو؟ حكم الحكم ديالو ب5 سنين نافذه، ولكن اخويا راه قليله في حق هذا المجرم، هذا راه خصو كثر، يستاهل كثر. واش ولدك دمك ولحمك تغتصبوا بهذه الطريقه الوحشيه؟ راه حرام اخوتي، حرام، هذا الشيء راه المنكر، راه لا يعقل، راه خصو 10 سنين هي القليله في حقه، راه الظلم. كتعويضات لولدك شي طبيب نفساني؟ لا خويا ما عطوني لا تعويضات لا والو، ما داروا لي لا طبيب نفساني لا حتى شي حاجه. لا هذا كنطالب انا من الحكومه ديال سيدنا الله ينصرو تعطي هذا الحق لهذا الوليد، من حقه تاهو يعيش بحاله بحال اي انسان، من حقه يعيش حياته مرتاح. يعني الدري تعرض للاغتصاب خاصو طبيب نفساني على الاقل، خاصو التعويضات ديالو، راه الظلم اخوتي، راه الظلم هذا الشيء. كيفاش دري صغير غادي يعيش حياته طبيعيه هو تعرض من اعز الناس عنده بيه اللي هو دمه ولحمه للاغتصاب؟ كيفاش داير دابا ولدك؟ كيفاش كيتعامل؟ ولدي اخويا ولا عدواني بزاف، ولا مريض عندي اصلا ولدي، راه ملي جبتو من شهر واحد وانا كنجري بعض الاطباء غير على صحته، من المشكل ديال الحاله النفسيه ما استطعتيش باش ندي حتى لكازا باش نعالجو، حيتاش طبيب نفساني ما كاينش عندنا حنا في اسفي ديال الدراري الصغار، اختصاصي ديال الدراري الصغار. شنو المطالب ديالك؟ اخويا انا كنطلب من الحكومه ديال سيدنا الله ينصرو، بغيت غير حق ولدي، انا حقي انا اللي كنطالب، انا راسي ماشي مشكل، انا كبيره، ولكن حق هذا الوليد من حقه تا هو مسكين يعيش حياته طبيعيه بحاله بحال الناس، يعطوه حقه، يعطوه حقه في اي حاجه، يعني التعويضات ديالو كامله.
انا بغيت غير حق ولدي، ما كنطالب بحتى شي حاجه، بغيت هذا المجرم يتعاقب على الفعله ديالو. هذاك راه ولده، دمه ولحمه، كيفاش غطاسو بديك الطريقه؟ راه حرام، حرام هادشي اللي كيوقع. انا بغيت حق ولدي اخويا. هادشي اللي كان قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.